أيها الذبيح قلب ناظريح، أيها الذبيح قلب ناظريح. جابر يا شيخ المحيط فينا أتدري جابر يا شيخ المحيط حين أتدري كيف الخيول طحنت حتى تضامي وكيف هام الباقر المفزوع عنا والخيل والنار أحاط بخيامي وكيف جاء الشمر بالطشت أمامي وخرقة نطت على رأس الإمام. جابر يا ذا اللحية البيضاء تدري كيف رأي الشيب ما ودامي بالغوا في ضربه حتى رأينا كيف هوى سنوا إلى صحن الرخام. يا شيخنا وافتخر القوم وقالوا إنا قتل من آل الكرام إنا قتلنا القرم من سنان. قال في فخر وعيني بالأسى تدمع أنا أول طعان أنا أول من بضع. وفخرا قال ملعون أنا من قطع الإصبع أنا من سلب الخاتم وثوبا متربا أرقع. وقد قال لهم شمرا أنا من أكمل المصرع أنا من قطع الرأس لكي ما زينب تفجع. ويزيد في قصره يعطي كل جزار ثم أجزل فإذا ما جاء له جندي بثياب الصيط المجدد صاح جندي الذي يعطي راكل الجسم حين يركل. جابر يا شيخ محبينا بينهم قد قسموا المقتل بينهم قد قسموا ما الذي صار أخبرينا يا بنت الحسين إننا نسأل أصحيح رضضوا صدر أبيك الطاهر الأفضل هو برمح رفعوا الرأس الشريفة. يا لويل روعوا الدين الحنيفة
كيف كنت في اصطبار وثبات ولزمت حينها الطهر العفيفة ولزمت حينها الطهر يا سكينة يا حزينة قد نظرت جسدا دامي ورأيت ما رأيت من جراحة وآلامي أي صبر أي صدر يحتوي المنصرع الضامي قد جزعنا مذ سمعنا عنكم قد رحل الحامي فأجابت ناعية اصرخوا في التعزية فارقتني أهلي وغلا جوفي كم نحور قطعت كم جسوم صرعت واليتامى روعت في لظى الخوف واليتامى روعت في لظى يا جدي ضمن عندك يا رسول الله أريد بقربك الراح أني سكنة جيت نشدة والزمن رواني همة وكثرة جراح ما رعونا من بعد غصب الخلافة يتمونا كل هدنيا مخافة شنو أحكي راحتي الزهرة ويا حيدر هسه أنخي قام وردي الانحرافة تشكي همها من ألمها للنبي واللوعة مكنونة باللي شافت واللي عانت في الصدر جمرتها مدفونة الحسن غاب ويا الأحباب شفرة الأيام مسنونة يا نبينا رد علينا جمع هد أصحابك تخونه